يعني أولى فقراتنا لليوم من هالبلدة الجميلة زينب والمصيف السوري العريق يلي له ذكريات بقلب كل واحد زار هالمنطقة وكل السوريين. معنا رئيس بلدية بلودان السيد المهندس أكرم الخوري لنتعرف ونحكي أكثر شوي عن البلدة الجميلة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا يعني فيك. أهلين فيكم، أنتم بتمثلوا سوريا وبلودان بتحلى بوجودكم. تسلم. الله يخليك. الله شكرا لك، يخليكم. يسعد لي صباحك عن خلينا جديد. إياكم. يعني سيد أكرم، خلينا نحكي بما أنه عم نحاول الإضاءة على المواقع السياحية والجميلة بسوريا الحبيبة، اليوم نحكي عن الواقع الخدمي، التجهيزات للصيف. بنعرف بلودان هي وجهة كل حدا، إن كان محليا أو حتى الوافدين من محافظات أو حتى خارجيا يعني. نعم. فخبرنا، في هلا تجهيزات معينة لهذا الموسم، شو نعم عملتوا؟ هلا بالبداية فينا نقول إنه بلودان بالفعل هي مميزة من زمان، يعني منذ القدم مميزة بالنسبة للسياحة فيها، وبيميزها عن غيرها إنه كثير من الأدباء والفنانين زاروها، يعني صحيح. وزاروها من أجل السياحة فيها يعني، وهذا اللي خلاها تتمشط وتصير فيها خدمات. فنحن هلا حاليا بالنسبة لنا لبلودان، هلا نحن مثلا قاعدين هلا بموقع باسمه الكرم، يعني الكرم العلالي، ونحن هون كلياتنا بنتعلق ببلودان، أهل بلودان بيتعلقوا ببلودان هي أعلى منطقة أعلى ببلودان. منطقة تمام. تقريبا، وكلهم بيقولوا مثل ما قال الفنان وديع الصافي، نحن هون ما بنترك جبلنا، تراب الكرم أغلى من الذهب لأنه بكرم العلالي هي. هلا كلياتنا. إيه هلا بالنسبة للخدمات، نحن بنقوم دائما البلديات كافة يعني بيقوموا، نحن أكثر شيء بخدمات النظافة، بخدمات توجيه بالنسبة للسياحة، وبالاستمرار نحن بتوسيع الطرق، إنشاء جدران استنادية، طبعا حفريات، إزالة الحفريات هي أكثر شيء، وتأمين مياه، وكل شيء يكون مأمن فيه ببلودان وبالنسبة للسياحة يعني. نعم الحمد لله، يعني بعد ما تعافت المنطقة، إن كان بلدة بلودان أو هي كافة القرى وإطلالتها على المجاورة. سهل الزبداني والقرى المجاورة، يعني بفترة الحرب يمكن كتير خسرت من زوارها، الحمد لله اليوم عم يرجع هي الحركة، حركة إن كان السياحة الداخلية أو الخارجية. فينا نقول إنه نسبة جيدة صارت نسبة الحركة ببلدة طبعا بلودان. طبعا صارت نسبة جيدة بالنسبة للقادمين إليها واللي بيزوروها، واللي بنتشرف بوجودهم كمان هون ومثلكم أنتم يعني، كمان خاصة بفصل الشتاء. فصل الشتاء كمان يعني عندنا نحن السياحة شتوية وصيفية، بالشتاء بتكتسي الجبال كلها باللون بالثلج. الأبيض كلياتها بالثلج، وفي بصير عندنا ثلاثي، هرم ثلاثي مشكل من جبل الشيخ بالمنطقة الجنوبية، وجبال صنين بالمنطقة الغربية الشمالية، وجبال بلودان الشرقية. هاي أكثر شيء يعني هي الموقع اللي بيرتادوا كل الدمشقيين وكل المغتربين أو بالنسبة للثلج. هلا مثلا بجبال صنين وجبال جبل الشيخ يعني إبعاد، ما حدا بيقدر يطلع لهم يعني، بينما صحيح بلودان، وبنتمنى إنه يصير ببلودان كمان تلفريك. هلا فعلا، هي أمنية كل وطبعا السوريين وزارة يعني. السياحة بلشت تدرس بأنه نعمل هون تلفريك، والحمد لله عندنا أراضي أملاك دولة، وإن شاء الله أنه تكون هيك تتبارك يعني، أنه يكون لبلودان مدرج بيشبه مدرج بصرة، يعني نسميه مدرج بصراوي كمان، وله موقع كمان الحمد لله أنه يتأمن يعني، في وإن شاء له الله مكان في له مكان جاهز سبحان يعني الله كمان، هو هذا طبيعي. المدرج طبيعي كأنه مدرج. وين فإذا تقريبا هو ببلودان؟ بجانب حرش بلودان بالمنطقة الجنوبية، وهذا الأمر كمان بيصير بيوزع السكان من المدينة، من داخل المدينة بيوزعها إلى أطراف المدينة كمان، وفي مواقع لمواقف سيارات فيها، وكل شيء يعني مأمن عندهم هونيك بيكون نعم. إذا الله رد. وفي خدمات ثانية كمان بتصير بالموقع، يمكن يصير يعني دراسة لإنشاء مدينة حيوانات كمان بتناسب المنطقة هاي. هلا المنطقة هاي نتيجة برودتها كان فيها دببة من زمان، يعني حتى أنا بذكر إنه بآخر الأوقات اللي كانوا يقولوا لنا إنه إجوا إيه، فنحن إذا قدرنا جبنا هيك عايشتوا معاه إيه يعني بفترة إيه معينة نحن من كنا نخاف الوقت. من هالشيء. كانوا أنا وقت ممكن كنت موجودين. طفل إيه كنت خاف يقولوا لنا اصحوا بيجوا وكذا وبيحفروا،
وهيك سبحان يعني. الله، كل منطقة لها البيئة الخاصة فيها، إن تماما كان من تماما الحيوانات، تماما الأشجار المميزة، الطبيعة المميزة. أستاذ أكرم، خبرنا اليوم، يعني هديك السنة كان في محافظة ريف دمشق راعت مهرجان بلودان، نعم. وكان كتير كمان أخذ صدى كتير كبير، لأنه يعني بلدة سياحية مشهورة وينقام فيها مهرجان، يعني هذا بيزيد من شعبيتها تمام أكثر وأكثر. تمام هالسنة في مهرجان مشابه أو لا؟ والله بالمحافظة خبروني قالوا لي إنه لازم تسعوا، يعني نحن لازم نسعى بهالأمر. ما بعرف إذا بنكون نشيطين وبنقدر نقوم بهالعملية هاي، ولازم تكون عن يعني جد. سوريا اليوم بحاجة ميسان صحيح، للفرح، بحاجة بركي للمهرجانات، بركي إذا بظل هاي سوينا الأوضاع اللي عم هالمهرجان نعيش فيها، يعني نكون إيد واحدة بالفعل فعلا ننشر بالفعل الفرح والأمل عند الكل. بالفعل. وإن شاء الله عم يجي ببالي اليوم إنه إذا صار مهرجان نسميه مهرجان الزيزفون ببلودان بقى، حلو، لا مشهورة لأنه بالزيزفون. مشهورة بالزيزفون، ومثل ما نكون شايفين بالكروم، كرم العنب. هلا هون كله كان منطقة كروم، وأهل بلودان هلا يطلعوا لهون. زميلتنا هالة عم تقول باللوز مشهورة، ايه باللوز، وكان باللوز، اللوز وهي بتحب اللوز صح. والجاز. هلا بنضيفها كمان. ايه فهلا هي مشهورة بلودان بالعنب، عنب العبيدي الصغير هذا بذرته صغيرة حلو، كثير، وكان وطعمه يؤخذ حلو، وطعمه حلو حلو كتير. طيب. ايه كان يؤخذ وينوضع بمعاصر وينعصر. كانت المونة من الحلويات بالشتاء، كانت هي عبارة عن يسمى الدبس، طبعا كلنا دبس بنعرفه العنب، دبس دبس العنب. العنب، نعم، فكان ينحط ويصير هو المونة الشتوية كلياتها. لأنه البرد هون بده دبس. بده عن جد. وقت برد كنا صغار بلودان كان بده دبس. يطلع هيك من وجه الدبس، وقت اللي عم يغلوه بالمعاصر نروح نحن نقعد قدام المعاصر، يعبوا لنا هيك في شغله اسمها ربيعه، هاي بتكون فخار بيعبوها رغوه، بيطلع رغوه عن الدبس، ونقعد نحن بيلحسوا الاولاد كلهم بياكلوا، شو بيغطوا ينبسطوا، بيغطوا الخبز ايدهم او فيها، بيغطوا شيء وياكلوا. كانت طفوله حلوه، وهلا ان تقاليد شاء الله انه وتراث يعني جميلة. الاطفال دائما بينبسطوا، حتى هلا كمان بينبسطوا، بيكون باشياء بتميز فيهم يعني. يعني كل بلدة عنا بسوريا أو كل منطقة في لها تراثها تمام وتقاليدها وشغلات بتميزها. نعم. اليوم كيف تقدروا تحافظوا شوي على جزء من هي يعني التقاليد يلي عشتوها أنتم أهالي بلدة بلودان، وكانت مميزة وكانت جميلة وكانت فيها سعادة، يعني ما كانت عابرة، يعني هي العادات اللي بيعملوها الأهالينا كانت بتجيب سعادة للأولاد، تمام. كيف تقدروا تحافظوا عليها؟ هلا مثلا في أشياء كانت كثير حلوة بالأول، هلا ما عاد فينا نسويها، مثل مثلا صويل القمح، كان يتصول القمح شو يطلع عنا قمح. كنا نزرع في عنا مزارع لسه لفوق بالجبل كمان، محل ما قلت لكم انه يعني لفوق. قمح بيخطر على بال الناس انه بهالمنطقة يعني زينب من ممكن جد يكون في من قمح، جد ما يعني هي حدا بدها بيخطر، سهول، ما حدا فينا بيخطر نقول بباله. ايه. بس اذا بنطلع لفوق بوسط الجبل بتلاقي في سهل اسمه سهل عين النسور، في حلو، نبع عين فوق كثير يعني مشهورة تماما، وكانت بلودان تشرب منها. تصوروا انه بوقت بلشوا يجروا المياه جروها ببواري من فوق لبلودان، لأول بلودان بالستينات تقريبا، بالستينات. يعني انا كنت شيء اني ولدان جديد، ما كنت بوعى شيء بقى. ايه بقى عمرك كله بعدين هذا السهل صار يعطينا قمح وبطاطا لأهل بلودان، وحمص يزرعوا فيه كمان حمص، وكل واحد بيمون مونته من الصويل. كان يعني شو بيصولوا، كانوا يحطوا تحت النبع يغسلوا القمح من الأتربة أو من البحص أو شيء، وينزلوا على مدينة الزبداني. كان في مطاحن بالزبداني، ما كان في مطحنة عنا هون، في نهر بالزبداني، على هالنهر في مطحنة. مطحنة اي نعم. هلا لأنه ما عاد في جدوى اقتصادية، فالمطحنة راحت والصويل، وهذا الأمر كانت يعني يقوموا فيه نساء البلدة، يعني النساء هن اللي يصولوا القمح ويحملوه بس. وينزلوه. هلأ في قمح؟ هلأ ما عاد حدا ما عم زرع، يستثمر ما عاد السهل؟ حدا زرع. هذا السهل ما عم يتم استثماره؟ هلأ ما عم يتم مع انه في استثماره دعم هذا. يمكن هلأ هلأ للمحصول هذا الاستراتيجي السهل للقمح. أدمانه جميل، وأنا بتمنى إنه نعمله سد. سد هو لأنه في مياه بحيرة الثلوج بتدوب، فإذا سكرناه نحن من موقع، طبعا في بيكون دارسين أخصائيين بهالأمر إن شاء الله بنجيبهم، إن شاء الله. وإذا صار سد وموقع للتزلج، وكمان ممكن ناخد منه، هو لأنه في جزء منه أملاك دولة يعني أملاك البلدية، فنحن إذا كمان استفدنا من جزء منه عملنا طاقة رياح بديلة للطاقة الكهربائية، فمنوفر على الكهرباء، على وزارة الكهرباء بنوفر كهرباء، بنصير نستفيد من كهرباء كل مدينة، تستفيد من كهربتها يعني بطاقة الرياح. يا ريت إن شاء الله يصير استثمار الكل. يعني عندنا شغلات كثير فينا نستفيد.
نستفيد منها نحن بسوريا وبكل مناطق طاقة المياه. يا ريت فعلا ثلاث اساسيات موجودين بسوريا. يا ريت شي مره اذا طلعنا لفوق نعمل حلقه فوق ويشوفوا العالم قديش الهواء وقديش هلا السروج ببلودان، يعني بجبل بلودان وجبل صنين وجبل الشيخ، بالفعل ما دابت السروج، يعني كنا نشوفها هون مخططه مثل لون حمار الوحش، يعني بيجي بالاخاديد بيجي الثلج بيقعد. فلأول شهر سبعة لحتى يعني يا ريت لو قبل اسبوع كنا شفنا يلا بنرجع لعندكم بالشتاء ما بنزعل يعني بتشرفونا دائما. الله يخليك استاذ اكرم. يعني اليوم بلودان مثل ما دائما معروف انه بلده سياحيه، لكن شو الخدمات اللي بتقدموها للسياح الزائرين والوافدين للبلده؟ هلا اهم خدمات بتقدمها كل البلديات، يعني هي لازم تكون هو بالنظافه، اهم الخدمات انا برايي هي النظافه. يعني وقت بفوت الواحد على مدينه بشوف نظافه الشوارع مثلا وترتيبها، مثلا اذا قدرنا يكون في مثلا الاطاريف تعطى بلون معين مثلا اصفر وابيض او اسود وابيض مثلا، هذا بيعطي انطباع. بعدين في عنا مثلا اذا بيقدر الواحد باي مدينه يامن بحيرات بقلب الشوارع بيقدر، يعني هذا اللي بيعطي الانطباع الكبير. وانا بستغل هلا هالقعده هاي الحلوه، بستغل انه نوصي كل اهل سوريا مش بس اهل دمشق انه نوقف عن الرمي بالرمي النفايات بالشوارع. صحيح. يعني يؤسفنا مثلا مرات بنلاقي اول شيء بنلاقي شخص مثلا عم يدخن سيجاره مثلا وبيرميها. هالسيجاره هاي اذا بده يقيمها العامل او يتوجه لمكان انه يقيمها بدها كلفه كثير على سوريا، مو بس بنحكي على الشخص او على البلديه. وكمان يعني لازم، هي اولا بتضر صحته، ثانيا بيرمي العلبه تبعها بالطريق، ثالثا بيرمي نفايه السيجاره كمان. يعني فهذا الامر كمان اذا يا ريت بتتوجه فيه تلفزيونات كلياتها لحتى توعيتنا كلياتنا. انا امس كان في بايدي هيك قشره صغيره من طرف كيس اسود، هدول اللي بيعلقوا بطرف الكيس الاسود، عملتها هيك بدون ما حس، بعدين زتيتها بالارض وزعلت كثير. قلت اذا انا بدي زت هالقصاصه الصغيره بالارض غيري ممكن يزت اكثر كمان. يعني بتمنى كمان حتى البلديات يكون فيها حاويات للنفايات، يعني موجوده بكل الطرقات موزعه حتى العالم فعلا عن اقرب تقدر تلاقي مكان. تقدر تلاقي مكان حاويات الصغيره، يعني هي يمكن صغيرة. اللي شغلات صغيره ممكن تكون معنا انه تفي بالغرض نحن فعلا. بس هي الثقافه لازم تتعمم بشكل لازم اكبر تتعمل. لانه هي بالنهايه عم تعكس صوره المواطن، يعني تماما. هي اي منطقه بنظافتها بتعكس صوره اهل المنطقه وبتعكس صوره زوار المنطقه وايضا ثقافتهم، يعني فينا نقول تمام. بالختام بس بدنا هيك نعرف شوي اكثر المشاكل اللي عم تعانوا منها شوي بالبلده، وبتتمنوا انه فعلا هيك يتم علاجها عن قريب ببلده بلودان. طبعا هلا نحن بالنسبه لنا اول شيء بالنسبه للواحد بالاعمال الاداريه هو يعني اكثر شيء بيلاقي الواحد انه الامور اللي الروتين بيضايق كثير بالاعمال. يعني طبعا انت اذا بدك تقومي بمنطقه سياحيه باعمال فبدك تقومي باعمال مباشره، ما في بقى تستني وكذا وتبعت كتاب وتبعتي كتاب وترجع وهيك، يعني هذا الامر بشوي بيكون. وثاني اكثر شيء كمان بالنسبه لنا كمان بنعاني من مشروع من موضوع النظافه. وهلا نحن كمان يعني حاولنا كمان باتجاه اخر ثاني، يعني انه يصير في غرامات مثل بلاد برا هيك، يعني بيلحقوه كمان. انا عم بلحق هلا كمان هون بشوف سياره وبقول لهم، او في شخص مثلا رمى شيء قيمته انزعج هو وتضايق، بس انا بتمنى انه يكون انه هو استفاد انه ما يعود يرمي مره ثانيه. ايه ويعني هاي الامور بتبقى اكثر شيء بتضايق فيه عنا. ونحن بنتمنى كمان انه يصير تحسين لامور الكهرباء كمان عنا، يعني نحن بالنسبه لبلودان كمنطقه سياحيه، يعني نحن بنتمنى انه تتعامل المناطق السياحيه كمان مثل المناطق نعم. الصناعيه ايه بتخديمها يعني بالكهرباء. هلا نحن بيجونا اهالي دمشق لهون يعني بيعتبوا علينا بيقولوا ايه نحن ما معقوله، يعني او شوارع مو مضوايه نبهونا انه ما عندكم مثلا مرات هيك بعض الاوقات ما يكون في كهرباء، نبهونا. وكنا ما طلعنا لا بنقول لهم لا اطلعوا ان شاء الله ونخبر نحن مديريه الكهرباء خصونا كمان بساعات، بس في مرات بيكون عندهم اعذار هن يعني بيتضايقوا شوي ما بيقدروا بيعطونا كهرباء كامله.
هي بيكون هيك يعني يعني. احنا بنتمنى موضوع الكهرباء ايه ينحل ببلودان وبكل بكل المواقع، المناطق ايه سوريا بسوريا. المشكلة كبيرة، عم كبيرة. يعاني منها جميع المواطنين، على أمل أنه يكون في طاقات بديلة نقدر نستثمرها، نقدر نستفيد منها بهي مجال البلد. ايه يعني فعلا إن كان مجال الرياح، إن كان مجال الشمس، لازم بقى ندور على حل، ما ابدا بقى ابدا نضلنا ناطرين ايه الكهرباء هو صح. والفيول ونحن وكل هاي الشغلات. بنقول كمان الله يساعد مثلا البلدان، يعني المدن الصغيرة أو البلدات اللي راحوا أهلها على بيوتهم وما لقوا في بيوت. يعني نحن ببلودان الحمد الحمد لله لله ما صار فيها الحمد شيء، لله قاعدين ببيوتنا مكرمين الحمد لله، رجعنا لقينا كل الحمد شيء لله. موجود. يعني مو رجعنا أصلا، ما طلعنا، يعني أكيد مثل ما قلنا بالبداية إنه نحن هون ما بنترك أكيد جبلنا. أي نعم أكيد. أي نعم. أستاذ أكرم، يعني أهلين. حتى بدنا نقول إنه الضوء الطبيعي، يعني نعم نحن قاعدين وجميلة، نعم مناطق جميلة جدا سياحية. بنتشكرك، بنتمنى دائما يكون في تحسن وتطور دائما بالواقع الخدمي، وإن شاء الله إن شاء الله. انفراجات على كل الأصعدة. شكرا لوجودك معنا وعلى كل خلينا هيك لكم، المعلومات السياحية والخدمية اللي أعطيتنا إياها. شكرا شكرا لك، لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا لك، لك، شكرا، شكرا. الله.